بسم الله تعالى وبركاته. اول حاجه غنبدا بها الهضره هي توحد ما يقبلني عنده. انا ماشي انا اللي كنصيفط لكم لي زانفيتاسيون، هذه راه واحد الخطه مشروعه من الدراري الصغار. المهم علينا توحد ما يقبلني، انا ما كنصيفطش لي زانفيتاسيون. من هذا المنبر تبغي نعاود نوجه الرساله للناس اللي غادي نهار كلاس، حنا راه كلنا تنموتوا على الدراكو ديال البلاد وتنموتوا على الملك ديالنا، وهذا الشيء علاش غنمشيو. نطولوش في هذا الموضوع، انا تنبغي نوجه الرساله للناس اللي الفوق، الناس اللي فوق ديال الريف، الناس ديال جبل سيدي عباد، والناس ديال ماريخوانا، والناس ديال البيع والشراء كونتربوند وداكشي. انا تنبغي نوجه لهم الميساج من هنا، جمعوا الكلاب ديالكم، جمعوا الكلاب ديالكم الا بغيتوا تبقاو هانين. حنا عارفين كلشي، عارفين باش كديروا من اتل زي. الوغ جمعوا البراهج ديالكم وجمعوا الكلاب ديالكم، وانتوما اللي في الريف، الناس اللي في الريف اللي كنتو باغيين المطالب ديالكم بصح، وكنتو باغيين داكشي اللي في حلال، باغيين فين تخدموا حلال، باغيين السبيطارات، باغيين مطالب مشروعه قانونيه، سلمونا دوك الناس، سلمونا دوك الناس، انتوما ماشي شغلكم، ما سلموهم لينا ورجعوا للور وهزوا الراي ديال البلاد وشوفوا واش تحقق هذوك المطالب المشروعه ولا لا. حيت هذوك الناس راه معايشينكم قبل الحرام، الحرام ما غيدومش. غدا راه غتلقى راسك قدام الله، باش غتلقى الله كنت كنشد من عند امك كنتش خدام، بغيتي تخدم هذه هي الفرصه. سلمونا دوك الناس وبينوهم لينا وتبراو منهم. اما الناس اللي كتساند من بلايص اخرى، تنبغي نقول لهم اللي بغى يساند يدخل الكروه ديالنا، يدخل المغرب، ديك الساعه يبان على حقيقته. ثاني حاجه تنبغي نقول، حنا مع الملك ديالنا، حنا عياشه وتنفتخروا بها، حنا مغاربه وتنفتخروا بها، ريافه تا هما مغاربه وتنفتخروا بها. وانا دابا راه وصلت للحسيمه كامل، القوال الكلاب. الور جمعوا الكلاب ديالكم، مابقاوش ينبحوا علينا، وخليونا نهزوا الرايه نهار 20 في الشهر، وخليو هذوك والناس ديال الحسيمه والناس ديال الريف هما يهزوا الرايه، مابقاوش يهدوهم، مابقاوش يهدوهم. انا كنعرف شنو كنقول، ما كنخربقش. الناس اللي باغا تشري ما كتباعش، انا راه عمري بعشو. يلا ليكيب ديالي نهار الثلاث مع السبعه الصباح في البلاصه. الله الوطن الملك رفعت الجلسه، واللي ما هزش الرايه طفل مول عينين ديالو.